بكم من جديد. تأكيدا على موقف مملكة البحرين بشأن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم، نعرض عليكم تسجيلا للمحادثة الهاتفية في مارس من عام 2011 بين شخص بدولة قطر وهو حمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر والمدعو حسن سلطان وهو رجل دين من قيادة الصف الأول في حزب الدعوة، لعب دورا تحريضيا في منتصف التسعينات وكان عضوا برلمانيا هرب إلى لبنان في عام 2011 خوفا من القبض، ويقيم في لبنان برعاية حزب الله ويتردد كثيرا على زيارة العراق ويستلم أموالا من الحزب يصرفها على البحرينيين الهاربين والمطلوبين، وعضو بجمعية الوفاق الإسلامية المنحلة التي دأبت قناة الجزيرة على استضافة أعضائها ونقل أخبارهم، ما يؤكد بأنها ليست قناة مستقلة وإنما مرتبطة بسياسة الحكومة القطرية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مسك بخير يا شيخ. اهلا. بس دقيقة اعطيك اوصل الموبايل للشيخ. لحظة. تفضل. شيخ حسن. وياك شيخنا. الو. يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. اهلا وسهلا ومرحبا بخليفه. اسف على انا ضربت لك على الخط هذاك ما حد يفيده. تسلم بخليفه. تفضل امر. ما يامر عليك عدو. انا بس استفسرت عن هذا درع الجزيره، ما في قوات قطريه اول شيء، بعدين في اثنين ضباط مراقبين، هذا حسب قانون درع الجزيره، قانون درع الجزيره يلزمنا بالمشاركه في دول المجلس، انت عارف. طيب. احنا هالمره تحفظنا وما شاركنا كقوه. طيب بس في ضباط اثنين من قطر، ضباط اثنين مراقبين، هذا في اشياء تلزمنا غصب. طويل العمر ابو خليفه، الان الناس بتتعامل، يعني انا ارجو ان تاخذون هذا الموضوع في الحصان، الناس بتتعامل مع القوات كقوات احتلال. شيخ انا مع كلامك، واحنا يعني انا هالكلام يعني يجب اني ما اقول لك، احنا الموضوع دي احنا كقطر متحفظين عليه بسبة علاقة الأخوة والمواطنة، احنا الشيء دي متحافظين عليه ورفضنا المشاركة. انت عارف كقانون درع جزيرة يلزم كل الدول في المشاركة، احنا ضغطنا على انفسنا ما شاركنا كقوة، حاولنا ان ما المسألة ما تتطور الى قوات والى طيران يوصل هناك والى طويل العمر. طويل العمر. انا مو مطلع على القانون بالتفصيل، بس القانون اليوم البرلمان الكويتي عنده مشكلة، بيستجوب الحكومة على هذا الموضوع. أنا معاك يا شيخ، أنا معاك وهذا صار واقع الحين. أنت ايش تبيني أنقل حق رئيس الوزراء قبل يطلع ولا بعد شوي تبي تكلمني؟ تعطينا أبو خليفة بس نص ساعة لساعة إلا ربع، لأن تعرف يعني هذا الموضوع مو بهالسهولة، يمكن أنه المعارضة قاعدة في اجتماعات والبيت الداخلي الشيء قاعد اجتماعات، يعني تعرف الموضوع يحتاج الى 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 بلور. اذا تبلور شيء انا اتصل عليكم بخليت. انا انتظر منك تليفون على اللحظه. تسلم طويل. اذا الامر بعد ما يجي بكره الليله رئيس الوزراء ومعه سعود الفيصل ويقعدون عند الملك وتبلور بعض الامور، اذا الوضع تطلب انا يمكن بكره اجي وأجي أشوفك ولا أشوف الشيخ عيسى بعد ما أشوف إيش يوصلون حق الموضوع مع الملك والحكومة هناك. نتشرف يا أبو خليفة. حتى أنتوا إذا قالوا لكم من تبوني أنا أجي، تبون يعني رئيس الوزراء يوصلكم هناك، شو اللي تشوفون أنتوا؟ إحنا والله نشوف وجهكم الكريم لنا الشرف، نشوف معالي الشيخ حمد أيضا، إحنا بالخدمة، إحنا نرحب يعني بلدنا، إحنا ضيوفكم أهل البلد. ما في شك يعني تأكد، احنا ما عندنا النزعة ذي لا ذيلة ولا ذيلة، تأكد 100% اقول لك اياها بكل امانة. تسلم يا والله. تسلم طويل العمر. وسلم لي على الشيخ عيسى وعلى الجماعة كلهم، والله ان شاء الله يطمنهم في بلادهم والله يفك الازمة ان شاء الله وتعدي على خير. يا الله سلم غاليكم. سلم غاليكم ابو خليفة. الله يطول عمرك. تسلم. الله يسلم. مع السلامة.
السلام عليكم يا شيخ. السلام ابو خليفه، شلونك؟ الله يطول عمرك. طيب اكيد متابع التطورات. اي والله. انا اتكلم وياك ابو خليفه، طلبت مني ان انقل اي شيء بالنسبه الى قوات الامن واعلان حاله الطوارئ. احنا نتوقع سيل من الدماء. احنا ما عندنا مانع نطلعها حتى في الجزيره الحين. هاي رسالتنا ان 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 ما يجري اليوم هو بامضاء خليجي. توصل، بس انا ابغي القرى اللي الحين عقب ما كلمتك انا اللي صارت فيها مشاكل وشي، لان احنا ما عندنا مانع. كل قرى خلاص. ما عاد في حمايه للشيعه في البحرين. وهذا صوتنا وصلناه الى مرجعياتنا في النجف وفي قم وفي لبنان. نعم. لأن خلاص ما في أي غطاء اليوم، لا سياسي ولا غيره، اللي قاعد يصير. بس أنا شيخ. شيخ. نعم. أنا بس أبي منك شوي لحظة لو سمحت. فهمت. الحين الظهر الحين منتشرين هالبلطجية، ولا الجيش نزل، ولا الشرطة، لو توضح لي شوي. البلطجية القوات اللي عندهم سلاح بلباس مدني. أيه. يجوبون القرى. اثنين. الجيش طبعا نازل بعد اعلان القوات، وانا قدامي قاعد اشوف، انا اكلمك من المبنى المقرنة وقدامي قاعد اشوف، وقوات الامن ايضا تمارس كمحور ثالث تمارس نفس الدور. شيخ حسن، من الشخص اللي انا اقدر اخلي حد يتصل فيه وياخذ منه المعلومات؟ لكن لا، حتى للجزيره ما عندنا مانع. انت يكون باسم ثاني؟ اعطني بس دقيقتين ثلاثه ارتب الموضوع ابو خليفه. رد علي خبر ويتصلون من الان اعطني دقيقتين ثلاثه وارد علي خبر. اوكي ماشي. تسلم ابو خليفه. مرحبا. الو. سلام ابو خليفه. يا اهلا مرحبا. الرقم الشخص اللي ممكن يتكلم على الجزيره اذا بالامكان، او يعني تبون ممكن نائب الشيخ النائب خليل مرزوق اللي هو كان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ويمكن اي شخص ثاني يعني، بس اللي انت تشوفه يعني. اخذوا رقم هذا النائب خليل مرزوق، الان هو ما بيقدر، كان عنده شروع في السفاره الامريكيه. ما عليه. كم هو رقم؟ 3-9-7. شوف، على كل حال احنا بيكون لنا موقف مغاير، ما عندنا مشكلة، بس احنا نبغي تعاون، معلومات صحيحة اكيدة، ما طلعنا بكرة قدام الناس يعني في خبرنا تهورنا في شيء. ما في مشكلة بكرة، ويا ريت في اشياء مصوره بالتاريخ يعني تاريخ اليوم. احنا مستعدين. نعم. انا برتب وياك بعد شوي ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. اوكي الله يسلمك. الو. سلام ابو خليفه. يا مرحبا، الله يطول عمرك. ناخذ رقم، ناخذون طول العمر رقم الشخص بالنسبه الى المعلومات. تاخذون هذا الرقم، هذا الشخص، بحيث تقدرون تواصلون وياه، القناه تقدر تواصلوا وياه، يزودها اول باول المعلومات الدقيقه، وحتى بالاشرطه، اذا كل الاشرطه كم رقم كل وثائق موجوده. 3. هذا الرقم بدون فتح الخط، فتح الخط 973 عندي انا. ايه رقم فتح الخط. اسم الشخص؟ اسمه سيف طاهر. الحين نتصل بسيف ولا بالاخ خليل؟ اتصل بطاهر الموسوي الان. هذا اللي هو سيف طاهر؟ ها؟ لا، سيد طاهر، اتصل بطاهر الموسوي، هو هذا اعلامي ومعلومات دقيقه عنده اول باول. فيقدر يزودها. انا بعطيك خبر ترتيبنا ان شاء الله. تسلم. اوكي، الله يطول عمرك. شكرا.